اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، وانا حابب ان احنا يكون عندنا الماتيريال بتاعنا في متناول الجميع. لا يخلو بيت من وجود البطاطس والبتنجان ابو قلب ابيض زي الشيف المغازي. النهارده هنعمل مع بعض شويه بابا غنوج بطريقتي مع الرمان وبشاير الرمان بتاعنا من خير ارضنا. هنشوف ازاي نعمل مزيج ما بين الرمان وبابا غنوج او سلطه البتنجان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مش المتبل، حاجه غير المتبل عشان برضو ايه نفهم البتنجان صح. معانا بطاطس النهارده، واحده بطاطس وواحده لحمه، هنشوف ازاي نعمل كفته البطاطس باللحمه المفرومه، هتعجبكم. نعملها بالوايت صوص، نعملها بالريد صوص، هنشوف نعملها مع بعض ازاي برضو بمدرسه المغازي. نيجي بقى للحلو. احنا عندنا اكله مشهوره جدا، الكسكسي بالحليب، الكسكسي بالمكسرات. ليه ما نعملش الكسكسي بالقرع العسلي؟ بما ان احنا اتكلمنا عن القرع العسلي وعارفين قيمته الغذائيه عاليه جدا، فتعالوا نشوف النهارده هنقدمه ازاي القرع العسلي مع الكسكسي. حلو مش بالطريقه التونسيه او المغربيه، هنقدمه النهارده مع العسل مع المكسرات، عجيب وهيعجب حضراتكم ان شاء الله. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل افكار بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن بمدرسه المغازي تقدر تخش المطبخ تعملي اكلات بطريقه جديده وبطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا ناخد الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري والاخراج الجميل، نستعرض مع بعض ايه مشترياتنا النهارده. وانا عايز الموضوع ده دايما لما نيجي نطبخ في البيت او نعمل وجبه غدا وجبه عشاء، نقول لك ايه، والله ما عنديش الحاجه الفلانيه، والله نزلت اشتري الحاجه الفلانيه ما لقيتهاش، لقيت سعرها غالي او لقيتها مش موجوده. انا عايز اوصل لك معلومه حلوه، انك انت تقدري تعملي شيك يعني تشيكي على الحاجه اللي موجوده في الثلاجه واللي موجوده في المطبخ وتشوفيها وتبداي تحطها قدامك على الكاونتر وتبداي تطلعي منها منيو باسماء مختلفه وبطريقه مختلفه. النهارده مع بعض هنعمل القرع العسلي مع الكسكسي. مقاديره على الشاشه. معانا قرع عسلي جاهز عندي على فكره، يعني كنا جايبين واحده كبيره وشايلين منها شويه، ومعانا كسكسي طبعا، ومعانا جوز الهند وسكر وكريمه لباني، ما ننساش الزبده والفانيليا. دي المقادير البسيطه السهله. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقتي. حلو الكلام. المقادير سجليها واكتبيها سريعا او صورها بالتليفون. كسكسي، قرع عسلي، زبده، كريمه لباني، سكر، جوز الهند، فانيليا. اول حاجه هناخد الكسكسي ده كده نتعامل معاه. انا حبيت طبعا ابدا بالحلو، في العاده انا ببدا طبعا بالطبق الرئيسي بتاعي، ولكن بالحلو لان الحلو ده فيه شغل كتير عايز شويه مجهود. يعني طاسه على النار احضر الكسكسي كده للشغل بتاعي الطبيعي. بنحط هنا مكعبين من الزبده. شوفي بقى التركايه الحلوه دي كده هتعجبك قوي على فكره اهو، مع الزبده دي يا عم الشيف شويه سكر. ايه الدلع ده؟ دي حاجه جديده دي يا شيف. سكر مع الزبده اهو، وكمان فانيليا مع السكر، حاجه جديده جربيها وسميها زي ما تسميها. فانيليا، في فانيليا طبعا انواع، في السائل وفي منها البودر. معانا كمان الكسكسي، في منه نوعين، الجاهز وفي منه طبعا اللي هو بيتعمل على الايد. كلنا عارفين الكسكسي عباره عن دقيق وسمنه، ننزل بيه كده نقلبه مع السكر مع السمنه تقليبه حلوه اهو. الحلو ده اختراع الشيف حصريا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه اهو. حلو قوي. يلا مع السلامة. والقلب داعي لك. حلو، هنقلبه كده مع السكر مع السمنة. يبقى مزيج واحد كده، شوية كسكسي هتاكل صوابعك وراهم بجد والله. شوف الطريقة ازاي كده هتعجبك قوي على فكرة. أفلفل الكسكسي بالزبدة والسكر والفانيليا. الكسكسي كده خد طعم الفانيليا. وأقلبه كده تحميصة حلوة واحدة واحدة. معانا يا عم الشيف شوية جوز الهند تقريبا كوباية، هناخد شوية منهم كده
ونقلب. مش سكر بودر، لا جوز الهند. سكر انا حطيته على الزبده، انت شايف انه سكر بودر، ده جوز الهند مخرجنا الجميل. الله عليك، ايوه نقلب كده. الفلفله دي مطلوبه اهو. عندي حله الكسكسي على النار اللي احنا عارفينها دي، كانت زمان طبعا مصفى ويتعمل لها خلطه كده من الدقيق والميه، تبقى عجينه يعني، ونمسك المصفى داير ما يدور نقفلها بالعجينه، كانت امي تعمله كده الله يرحمها، وكان الكسكس ده بيتعمل على الايد. احنا دلوقتي في تكنولوجيا. نعم يا غالي، ده بقى انت كده بتجود في الموضوع، والله ما ازعلك اهي، معانا سمنه بلدي اهو. بس انا حطيت ليه زبده مع السكر؟ مخرج عايز سمنه بلدي. حطيت ليه زبده مع السكر؟ دايما في علاقه حب بين الزبده والسكر في صناعه الكيك، في صناعه الحلويات. معلقة سمنه عشان عمنا المخرج ما يزعلش. نفلفلها كده مع الكسكسي والفانيليا. لسه ما خلصتش. عندنا المصفى بتاعتنا والحله بتغلى على النار. دايما في مطبخك في حاجات كده صغيره بس بتبين انك انت شاطره وبتبين انك انت حابه المطبخ. يبقى عندك كده شاشه حلوه للملوخيه، تعملي ملوخيه علشان تقطفيها وتخرطيها، لازم بعد ما تقطفيها تحطها على الشاشه دي وتبقى دي بتاعت الملوخيه. عندك برده شاشه حلوه زي كده للكسكسي، الحاجات اللطيفه دي. عندك برده شاشه حلوه كده للعجين، اللي بنعمل عجين لازم طبعا نغطي العجين ده بعد ما من ايه المرحله الاولى من التخمير. حاجات صغيره بس بتفرق في مطبخك. هنحط الفوطه بتاعتنا دي كده، وناخد الكسكسي ده بعد فلفلته وتقليبه مع الفانيليا مع السمنه ساحتها مع الزبده، تقليبه كده ريحته بدات تطلع حلوه. ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش، اللهم صل على النبي. حلو قوي زي ما هو كده يا عم الشيف. هنعمل تركية حلوة دلوقتي. الطاسة دي أنا عايزها زي ما هي كده، مش هاخدها على الحوض، لينا كلام معاها تاني. معانا زعفران. الزعفران في السوق اللي هو اللي احنا عارفينه الشعر الصغير ده سعره غالي، بيتباع بالجرام، أغلى من الذهب أعتقد، ولكن قيمته الغذائية عالية جدا، قوي للمناعة، مضادات أكسدة، مفيد جدا. في منه البديل في متناول الجميع اللي احنا عارفينه، البودر اللون البرتقالي الحلو ده كده، ده بديل له، بيدي لون حلو لما نيجي نعمل برياني، نعمل اكلات فيها لون الزعفران، الحاجات اللي احنا عارفينها. تعالوا نتعامل معاه ازاي. باخد كده شويه، بحط على الزعفران ده شويه زيت. واقلبهم كده بمعلقه، والمعلقه اللي تقلبي بيها الزعفران خلي بالك تحطها على الحوض وتخلصي منها، لانها ممكن تبوظ لك الدنيا كلها، تلاقي الاطباق بتاعتك وكل حاجه لونها برتقاني. دوبنا الزعفران بالشكل ده كده في معلقه زيت حلوه اهو، باخدها احطها هنا يا مصري اهي 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 اهي، ومش هقلبه، مش هقلبه، هخليها زي ما هي كده اهو، هي دي التركاية. وهنغطيه حاجة جديدة حلوة. وحقوق الطبع لدينا وبس زي الفل يا عم الشيف. ونسيبه على النار، ننساه مع حمام البخار اللي طالع ده كده لمدة تقريبا تلت ساعة، عشان كده أنا بدأت بيه الحلقة. نيجي للقرع العسلي في الطاسة الحلوة دي كده، زي ما أنا باخده اهوت، وزي ما قلت لحضراتكم انا صريح وواضح، القرع العسل ده طالع من التلاجة. فاكرين القرع اللي كنا جايبينها كبيرة قطعناها خدنا منها عملنا مهلبية بالشكل ده كده، بنحط على القرع العسل ده شوية سكر. وعلى فكرة انا شخصيا لو هعمله مش هحط سكر، بحط حتة زبدة صغيرة، وبحط على القرع العسل ده شوية مية، مش كتير خلي بالك.
دول بيكفوا. خلص الكلام. هنقفل الحلة بتاعتنا دي كده. العرق العسل ده على فكرة ما بيخدش وقت كتير في السوى، هو بيحل لوحده دلوقتي، بيبقى عامل زي المهلبية كده وكريمي. هنغطي الحلة بتاعتنا. وهنعمل ايه بعد كده؟ في تفاصيل تانية مهمة جدا، ازاي نقدمه؟ العرق العسلي على النار مع سكر وزبدة وقليل من الماء. معانا الكسكسي بتاعنا في الحلة بتاعته بيستوي على النار بعد ما حضرناه بالسكر والفانيليا وشفنا مع الزبدة ازاي وقلبناه، والزعفران. نبص مع بعض على القرع العسلي، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. المية اللي انا حطيتها للقرع العسلي، المية اللي انا حطيتها للقرع العسلي اهي زادت ما قلتش، لان القرع العسلي فيه سوائل كتيرة وانا عايز استفيد بشوية البهريز دول. هنا في خبرة طهوية فياضة بالمعنى، يعني فياضة يعني كتيرة قوي. لما انا قللت المية بتاعتي اللي انا حطيتها دلوقتي على القرع العسلي، انا بستفيد بالسوائل بتاعة القرع العسلي. المية دي هستفيد بيها هعمل دلوقتي صلصة مع الكسكسي، فطعم الكسكسي واخد طعم القرع العسلي. شفتوا منين؟ انما تسلق القرع العسلي كانك بتسلق بطاطس كده، بتفقدك قيمه غذائيه عاليه بتاعه القرع العسلي، ومبيبقاش طبعا بالتكنيك اللي انا عايز. هسيبه كده يكمل سواه لغايه لما يتهري. ولكن لازم يكون ماسك نفسه. مخرجنا الجميل حابب تطلع فاصل، انا معاك. هو ده الكلام، جيت في وقتك يا حبيبي. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف نعمل ازاي الكسكسي بالقرع العسلي بطريقه المغازي، وده حقوق الطبع لدينا وبس. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، في تركات صغيره، في حاجات صغيره بسيطه سهله بنعملها مع حضراتكم، ولكن الهدف واحد، ان احنا نوصل للطعم. انا وانا شغال على البوتاجاز بتاعي، على النار بتاعتي، او على خط السخن بتاعي، عيني على حاجات كتيره قوي. ايه يا عم الشيف؟ رقم واحد، القرع العسلي بيستوي زي ما حضراتكم شايفين كده، بيحل وما بياخدش وقت كبير على فكره، بياخد وقت اقل من البطاطا لما بنيجي نسلقها، بياخد وقت اقل من البطاطس لما نيجي نسلقها. ايه الفرق بين البطاطس والبطاطا؟ احنا كلنا عارفين المصريين، ولكن في لبنان طبعا عندهم البطاطا اللي هي البطاطس، واحنا عندنا هنا البطاطا اللي هي البطاطا الحلوه اللي هي شبيهه للقرع العسل. القرع العسل اخباره ايه؟ هو ده اخبار القرع العسلي، فله عينيه. نقفل الاكله دي كمان واحنا مع بعض كده. شوف هعمل ايه بقى. عندنا الله، عندنا الكسكسي جاهز زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده انا عايز بقى موضوع الكسكسي مع القرع العسلي ده يتدرس. بجيب القالب ده كده، باخد شويه كده فرضيه القالب. شفت الجو ده كده؟ ما نقلبوش يا مصري، نخليه زي ما هو كده عشان يبان اللون الحلو ده كده. واخد القرع العسلي ده كده. الله عليك وعلى والديك يا طيب يا طيب القلب. لسه ما خلصتش. وناخد الكسكسي ده كده. الله، يلا تعالى. بكار والمصري، ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. الكسكسي عاشق للقرع العسلي حتى لو هنعمله حادي. ناخد القرع العسلي ده كده. لسه ما خلصتش، في تركايه هنا بقى نضرب لها تعظيم سلام. شفت الطاسه دي؟ مكان الشغل ده، مكان الشغل ده. نصلي على الحبيب قلبك يطيب. شويه جوز الهند، كريمه اللباني، يا ويلي هو ده. شوية مية ونقلبهم مع بعض. شفت الجو ده كده بقى؟ أنا يهمني قوي
البهريز اللي نازل من قرع العسل ده كده. ينزل هنا كده. العب. وحقوق الطبع لدينا بس. هتاكلي طبق كسكسي بالقرع العسلي والاول مره. كريمه اللباني نازله بمزيج من القرع العسلي. هو اسمه قرع عسلي يعني بالتاكيد طعمه طعم العسل مسكر. ناخد الكسكسي بتاعنا نكمل الحدوته بتاعتنا. الشويه دول كلهم مع بعض كده. يا دلعك يا شيف يا دلعك لما تخترع حاجه. ونشيل دي من هنا كده خالص اللي عامله زحمه دي. ونقفل ده كويس كده. الله. اللي بيحبني بقى واللي بيحب الشيف البوغازي يعمل الطبق ده ويقول لي ايه رايه على السوشيال ميديا. بجد انا يعني مش طالب حاجه غير ان تقولوا رايكم فيه. بس لازم بالطريقه ديت. ده يتاكل سخن ولا بارد يا شيف؟ طبعا يتاكل سخن. طب يا شيف بوغازي كلنا منه او اتغدينا منه او اتعشينا منه وعايزين ناكل منه تاني نعمل ايه؟ نسخنه ازاي؟ هو ده الكلام الحلو قوي اللي انا بحبه بقى اللي نوريني شطارتك يعني. حلو ده. بنفس الطريقه بتجيب طاسه او كسروله وتاخد الكميه المتبقيه من السفره وتكون مسخنه شويه حليب بتحليهم بشويه سكر وتحطهم في ارضيه الكسروله او في ارضيه الطاسه وتحط الكمية المتبقية وتغطيها يطلع البخار بتاع الحليب وتقدميها بألف هنا وشفا. هناخد ده زي ما هو كده ونخليه هنا كده وناخد القالب بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. هو ده اختراع مغازي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شفناش ده قبل كده. معانا جوز الهند. مكانه فين؟ تحب ده مكانه فين؟ على الكنترول؟ عند العمري؟ لا 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 انا اجيبه هنا. اهو الف انا وشفا. معانا جوز الهند. عينيا زبيب جوز الهند زي ما انت عايز. مش هزعلك معايا زبيب. بنحط هنا وتزين الطبق بتاعنا كده داير ما يدور. طبعا انت لو هتعمليه في البيت هتعمليه احسن مني بقى قاعده رايقه معكيش مخرج بقى ويقول لك دقيقتين ثلاثة أربعة والاستعجاله انت عارفه انا ما بحبش الاستعجاله في المطبخ. معانا زبيب يا شيف؟ معانا زبيب الخير موجود. هناخد الزبيب ده يا عم الشيف بنزين بيه الطبق بتاعنا ده الطبيعي اهو. ما طلعنا فاصل يا جميل. عندك فستق حلبي تبقى احسن مني. خلينا ناخد بعضينا مع طبق كسكسي بالقرع العسلي بيتكلم مصري لان القرع العسلي ده من خير ارضنا واحنا بنصدره للدنيا كلها وعندنا رخيص جدا ولكن قيمته الغذائيه تعلو قمه الهرم. خلينا ناخد فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لبابا غنوج بالرمان حصريا. اوعى تروحوا بعيد تابعوني.